السلام عليكم ورحمة الله وأهلا بكم أعزائي المشاهدين في لقاء جديد من برنامج الانتفاضة العربية نخصصه لرصد أبرز تطورات المشهد السوري الميدانية والسياسية ففي التطورات الميدانية استهدفت قوات الثوار المواقع التي خسرتها مؤخرا لصالح النظام في ريف درعا جنوب البلاد وذلك في بلدات ماكر ودير عدس وقرى حمريت والهبارية وسلطانة إضافة إلى تلي فاطمة وغرين وقد اشتبك الثوار وقوات النظام الذي يقاتل مدعوما بمئات من قوات الحرس الثوري الإيراني وعناصر حزب الله اللبناني اشتبكوا على أطراف بلدة كفر ناسج شمال وطيحة من جهة أخرى قال مراسل شبكة الأناضول إن معظم الفصائل العسكرية العاملة في شمال درعا ومن بينها الجيش الأول وجبهه النصره اتفقت على تنسيق العمل في غرفه عمليات مشتركه تشترك فيها جميع الفصائل الثوريه اضافه الى تعزيز خطوط الجبهات والتخطيط للعمليات التي ستشهدها المنطقه خلال الساعات القليله القادمه لاسترجاع المناطق التي سيطر عليها النظام السوري من جهه اخرى رفضت لجنه ثوار حلب في بيان لها اليوم رفضت اقتراح مبعوث الامم المتحده الى سوريا ستيفان ديمستورا لوقف اطلاق النار في مدينه حلب وقالوا في بيان لهم ان الخطه لن تمثل فائده سوى للنظام السوري معي لقراءه هذه التطورات هنا في الاستوديو الناشط السوري دكتور محمد نجار دكتور محمد نجار جبهه الجنوب التي اشتعلت قبل اكثر من اسبوع في معارك كر وفر بين النظام السوري وعناصر الثوار، هل يبدو لك في المشهد حتى الان في الربح والخساره، النصر والهزيمه، ميل لاي من كفتي النظام او الثوار؟ نعم. أه بسم الله الرحمن الرحيم وشكرا استاذ جمال. الحقيقه ان النظام السوري واعوانه وكل من يسانده في المنطقه حينما يشعرون بان الامور بدات يعني تتفلت من ايديهم يلجؤون الى هذه التصريحات ويلجؤون الى زياده الدعم لنظام بشار الاسد الذي حقيقه لم يعد يملك في سوريا سوى ان يجلس يعني مع بعض الوفود خلال النهار ويلقي بهذه التصريحات واثناء الليل يشاهد افلام الدعاره كما تحدث يعني لو سمحت لي لم أسمع بهذا ابدا نعم 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 لا هناك تقرير يقول بان احد المسؤولين الامريكيين تحدث الى مسؤول مقرب من بشار الاسد وقال له انصح رئيسك بان يخفف من مشاهده الافلام الاباحيه خلال على كل حال أنا في نعم نعم, في نعم انا اتحدث او في, أتحدث المي... في أتحدث ميدانيا أنا عن... عن التطورات الميدانيه المناطق التي خسرها الثوار هل يمكن ان نعم ان يستعيدوها بهذه السرعه مقابل جيش مدعوم بجيش كبير جدا هو الجيش الإيراني نعم الجيش الإيراني لن يستطيع أن يحتل المنطقة كاملة لن يستطيع أن يتواجد في كل من اليمن والعراق وسوريا وإن تطلب الأمر الحدود الشرقية أيضا لمواجهة هذه المجموعات سواء من الباكستان وأفغانستان لن تستطيع إيران حتى لو أتت بجيشها كاملا للسيطرة على منطقة واحدة في سوريا يعني نتحدث عن الجنوب هذه المناطق التي خسرها الثوار لصالح النظام سيستعيدونها إن عاجلا أم آجلا هذه لماذا القوات التي زج هذه لان هذا حصل كثيرا مرارا وتكرارا القضيه هي تتعلق بحجم الدعم الذي يقدم للثوار لولا ان النظام السوري الذي يحظى بكل الدعم سواء من اصدقاء سوريا او من اعداء سوريا لولا انه يحصل على كل هذا الدعم ولولا ان الثوار تنقطع عنهم الامدادات العسكريه وغير العسكريه والانسانيه لما استطاع ان يستمر وان يصمد الوقت كل هذا الكلام يعني يناقض ما ذكرته أي ان الدعم المتواصل من ايران سيجعل معركه الثوار لاستعاده المناطق التي خسروها في ريف درعا صعبه جدا يعني انا من وجهه نظري الايرانيون يعرفون تماما ان هذه المعركه لن تدوم طويلا معركتهم في سوريا وحتى في اليمن وفي الدول التي تتواجد فيها ايران هي معركه مؤقته الى حين ان تتحقق الاستراتيجيه الايرانيه فيما يتعلق بملفات العلاقه مع الولايات المتحده، العلاقه مع دول الخليج، رسم الحدود الاقليميه الخارجيه لايران، اضافه الى الملف النووي الايراني. هناك ملفات ساخنه تعمل ايران على يعني اللعب بكل هذه الاوراق من اجل ان يعني تحسم. مفاوضاتها مع الولايات المتحدة وكما أشرت أنت في المقدمة طيب يعني سنتحدث عن ذلك لاحقا في الإطار إذا الكريم. دعنا سناتي نعم. إلى إيران مرة أخرى بتوسع ولكن بالنسبة للثوار الآن مصدر قال لوكاله الاناضول بان السبب وراء خساره الثوار هذه المناطق في درعا لصالح النظام هو عدم وجود تنسيق بين كتائب الثوار المقاتله على الارض. الثوار هل سيستطيعون الان ان يتعلموا الدرس الذي خسروه في درعا نتيجه عدم التنسيق بينهم ويبداوا معركه بصف, بصف واحد؟ يعني حقيقه الامور تشرح نفسها بنفسها. بعد اربع سنوات على هذه المجازر وهذا الدمار وهذا القتل اليومي والممنهج في سوريا يبدو واضح للجميع ان عدم يعني التفاهم والتنسيق وتوحد المقاتلين والثوار على الارض هو الذي ادى الى ما نحن اليه، ليس يعني ضعف المقاومه او ضعف الجيش الحر ما ادى الى ما الى النتائج الموجوده الان وليس هو عفوا ليس ليس قوه النظام وإنما هو ضعف وتفكك وعدم الاتفاق ما بين الفصائل والكتائب يعني خذ على سبيل المثال ما حصل منذ أيام بين حركة حزم وجبهة النصرة أليس هذا أكبر دليل على أن الجيش الحر والثوار يتقاتلون فيما بينهم سواء كانوا إسلاميين أو غير إسلاميين ولكن هذا القتال هذا غير موجود في درعا يعني نعم. كان لافتا لا لا أن يصرح مصدر لا لا. عسكري في جبهه النصره نعم. بان التنسيق الان موجود بين الجيش الحر الجيش الاول وجبهه النصره نعم. هل سؤالي الان هل سينسحب هذا التنسيق في الجبهه الجنوبيه ايضا على الجبهات الشماليه التي تتقاتل فيها جبهات النصره مع فصائل اخرى؟ نعم يعني بدايه اود ان اقول انه ان الوضع ليس وردي في الجبهه الجنوبيه وانه ليس هناك مشاكل وليس هناك خلافات او او يعني لكن شكلوا غرفه مشاكل. عمليات مشتركه نعم. الان شكلوا غرفه عمليات مشتركه وما حصل ايضا مع حركه حزم التي اعلنت سابقا انها انضمت الى احدى الجبهات او الجبهه الشاميه وعادت عن هذا الموضوع وحصل ما حصل في الفوج 46 والاتارب اكبر دليل على ان هذه الاتفاقيات لا يتم احترامها، لا يتم يعني الضغط من اجل تكريسها وتثبيتها وان تكون الوحده الوطنيه هي الاساس، هناك مصالح كثيره لدى كثير من هؤلاء ما هي هذه المصالح؟ هل هي خالص سوريه خالصه بامتياز؟ ام ان هناك تداخل ايضا بين المصالح الاقليميه للجهه التي تدعم هذه الكتائب؟ حقيقه السوريون بشكل عام يعني يعانون من هذه المشكله، الان في هذا الظرف الحرج وفي هذا الوضع الصعب والصعب جدا على السوريين وهم في امس الحاجه لاقل المساعده الممكنه من من المجتمع الدولي ومن الدول الاقليميه. كثير من هذه المجموعات تلجا الى يعني ان تكون او تمشي في 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 ركاب دوله معينه المال السياسي حقيقه هو الذي يتحكم بالامور في الداخل يعني هذه الحركه تتبع للولايات المتحده هذه تدعم من قطر وهذه تدعم من السعوديه وهذه كل هذه الفصائل عملت هذه الدول على تفكيكها وللاسف بشكل مقصود او غير مقصود وخاصه الغرب الذي يتحكم ب بموضوع الاسلحه والدعم الدعم العسكري هذا الدعم المقاومة. العسكري هل هل تعتقد بانه الان سيزيد بعد ان اعلنت الولايات المتحده الامريكيه رسميا وتركيا بانها ستبدا بتدريب قوات من المعارضه السوريه المعتدله؟ على الاطلاق، الولايات المتحده لو استطاعت لاوقفت كل الدعم عن المعارضه السوريه. وكل ما يجري من حديث الان عن تقارب تركي سعودي وان هذا سيؤثر من حيث النتيجه على هناك سقف معين يعني تركيا دوله عظمى، لا يمكن ان تقارن تركيا باي دوله من الدول الاقليميه ربما لو لو اتى الامر الى ايران لكان هناك نوع من المقارنه، اما فيما يتعلق ببقيه الدول وخاصه السعوديه او او حتى مصر، ليس هناك مجال للمقارنه على الاطلاق. تركيا تستطيع ان تحسم الامور في سوريا. تركيا تستطيع بما تملك من امكانات عسكريه وبشريه واقتصاديه ان تحسم الامور كيف ستحسم؟ ولكن هل تريد ولكن هل تريد من الاتراك ان يقاتلوا نيابه لا 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 عن السوريين؟ لا لا ابدا ابدا يعني ما حصل ما يحصل في سوريا يجب ان يحسم على ايدي السوريين وبايدي السوريين انا لا اقول أن تركيا يجب أن تدخل المعركة على العكس تماما القيادة التركية السابقة والحالية استطاعت حقيقة أن يعني تتعامل مع القضية السورية بكل حنكة سياسية وبكل ذكاء وفوتت فرص كثيرة على الإيرانيين وعلى الأمريكيين وكل أعداء تركيا حقيقة سواء في الداخل أو في الخارج ويعني على على إحداث مشكلة كبيرة داخل المجتمع التركي المجتمع التركي يعني أنا كنت منذ منذ أسابيع في في تركيا الامور مستقره الى حد كبير هناك تعاطف شعبي كبير على الرغم من المشاكل ومن وطئه المهاجرين السوريين الى تركيا ولكن مع ذلك هناك نفس عام مريح لدى الحكومه ولدى الشعب التركي ولكن حزب 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 تركي حزب وطن التقى مع رئيس النظام السوري وسمع منه كلاما بالتاكيد نعم سيغضب رجب طيب اردوغان عندما المح بشار الاسد الى ان رجب طيب اردوغان يدعم حسب راي بشار الاسد القوى التكفيريه لارضاء اسياده يعني هذه ليست المرة الأولى التي يصرح فيها بشار الأسد أو غير بشار الأسد. حتى المسؤولين الإيرانيين دائما يتحدثون عن أن تركيا تلعب دور غير مريح. غير مطمئن. خارج السياق أو خارج التفاهمات. وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على أن هؤلاء منزعجون إلى حد كبير. مستاءون إلى حد كبير من الدور التركي. الذي هو دور محوري وأساسي بالنسبة لسوريا وبالنسبة للشعب السوري. الاتراك يعني كما تحدث السيد اوغلو منذ فتره قصيره لاحد وسائل الاعلام قال نحن يعني صرفنا بما يعادل أربع او خمس مليارات دولار مليارات على تقريبا نعم على, اللاجئين السوريين. على اللاجئين السوريين ومستعدون أن, ان ان ندفع المزيد من اجل اخواننا السوريين ولا نعتبر ان هؤلاء يعني لاجئون او انما هم ضيوف وشبه السوريين والاتراك بالمهاجرين والانصار هذا التعاطي مع السوريين وهذا الـ الـ يعني نظره العطف والرحمه والدعم سواء على المستوى م. على مستوى الجيش الحر على المستوى الميداني او على المستوى الاجتماعي والازمه السوريه الخانقه يعني ستقطف ثماره تركيا فيما فيما بعد السؤال كيف يمكن ان تقطف ثماره انيا عندما يلتقي الرئيس التركي رجب طيب اردوغان مع العاهل السعودي الملك سلمان و معلومات الان ترشح بان الملف السوري كان هو الملف الابرز على طاوله الرجلين. نعم يعني هناك قضيه الحسم العسكري ليست هي القضيه الرئيسيه في 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 الملف السوري في الوقت الحالي لان الظروف الدوليه ولان التفاهمات الدوليه المعلنه وغير المعلنه والمصالح التي تفرض على الصراع في سوريا ان يستمر لفتره او او لفتره طويله. فيما يتعلق بإسرائيل بإيران بتركيا حتى أو بالمملكة العربية السعودية هذه القوى والولايات المتحدة والغرب عموما يعني حولت الصورة أو شوهت الصورة تماما وتحولت من يعني مشهد لثورة شعبيه إلى عفويه أزمة. الى الى لا, لا لا القضيه الان في الغرب تتفاعل بشكل كبير وبشكل مضطرد. وهناك الكثير من المجموعات والاحزاب تدفع بهذا الاتجاه نحن الان بصدد ازمه يعني في الغرب الغرب يرى ازمته مع نعم. تنظيم الدوله ولكن تركيا تقول مرارا وتكرارا بان تنظيم الدوله نشا نتيجه تصرفات النظام السوري هو سبب هو ظاهره موضوعيه لما قام به النظام السوري ولا يمكن القضاء على تنظيم الدوله دون ازاله بشار الاسد صح. هذه الرؤيه التركيه برايك هل يستطيع هل يستطيع الرئيس التركي ان يقنع الملك سلمان بالتوصل الى رؤيه جديده يمكن ان تكون حاسمه في الملف السوري يعني مع مع كل الاحترام والتقدير والتبجيل للملك سلمان والقياده السعوديه ولهذا التغيير الذي حصل في السعوديه ونتمنى من الله سبحانه وتعالى السداد يعني لهذه القياده الجديده وان يعني ينعكس هذا ب يعني ما فيه الخير للسعوديه ولسوريا ولتركيا ولكل دول المنطقه ولل... وللعرب عموما لكن انا لا اعتقد على الاطلاق ان هذا سيأتي يعني او س... سياتي اختراق لنقل في في موضوع الملف السوري حتى ولو كان في الم... في الشق السياسي يعني الحل السياسي الحل السياسي اصلا يعني لن ليس ليس هناك منطق على الاطلاق في موضوع الحل السياسي الحل السياسي يكون بين طرفين متصارعين هناك خلافات يعني في 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 حدها الادنى ليس هناك يعني مشكله يعني بالنسبه لطائفه مشكله طائفيه حقيقه ليس هناك تدخل خارجي بالمستوى الذي يحصل في سوريا ليس هناك يعني يكون هناك مشكله سياسيه داخل البلد تحل تحل يعني الموضوع اعقد من المساعده اعقد سياسي سريع. على كل حال سنعود لمناقشه احتمالات الحل السياسي بالتفصيل ولكن دعنا نذهب الى درعا في مكالمة مع الناشط الاعلامي محمد المذيب لاستيضاح فعلا اخر تطورات المعارك المشتعله الان في الجبهه الجنوبيه. محمد المذيب نرحب بك في هذه الحلقه من برنامجنا التقارير تتحدث عن محاولات للثوار لاستعادة القرى والبلدات التي سيطر عليها النظام في الآونة الأخيرة منها تلماكر دير عدس حمريت الهبارية سلطانة هل استطاع الثوار الآن استعادة أي من هذه القرى والبلدات؟ نعم أخي جمال لا يزال أبطال الجيش الحر حتى هذه اللحظه يستبسلون باسترجاع هذه المناطق يقومون بقصف المناطق التي سيطر عليها النظام في الاونه الاخيره بالسلاح الثقيل وراجمت الصواريخ والمدفعيه الثقيله استرجعوا الى هذه اللحظه تل جرين واجزاء من بلده الهباريه طبعا النظام يتحصنون داخل هذه البلده سيطر عليها النظام قبل ثلاث ايام بعد ان رجم هذه البلده بالاف الصواريخ طبعا للعلم ان بلده الهباريه هي بلده صغيره لا يتجاوز عدد سكانها الثلاث الاف نسمه لكن النظام اطلق عليها اكثر من عدد السكان قذائف صاروخيه وقذائف مدفعيه ابطال الجيش الحر الان يتحصنون بمحيط هذه البلده، النظام داخل البلده، كذلك ابطال الجيش الحر ايضا يستبسلون بصد الارتال التي تحاول التغلغل الى الريف الشمالي كدير العدس، دير ماكر، كفر الشمس، هذه مناطق كلها يت... الان يحشد لها النظام الفاجر و طيب يعني هل افهم هل افهم من الحشد يا سيد محمد المذيب؟ هل تقصد بان هناك تعزيزات من جيش النظام ما زالت تصل الى المنطقه الجنوبيه؟ نعم اخي الكريم، في المعركه في الريف الشمالي ليست مع نظام مجرم فحسب، نحن الان نحارب ايرانيه مرتزقه من الحرس الثوري الايراني. كذلك مرتزقه من حزب الله الشيعي اللبناني مرتزقه من شيعة افغان مرتزقه من شيعة العراق هناك مرتزقه من كل بلدان العالم تاتي الى الريف الشمالي لتحارب الثوار وتحارب المدنيين وتقتل اطفالنا في الريف الشمالي هل هناك تشكيلات معروفه في الجيش الايراني تقاتل في هذه المعركه معروفه بعتادها بسلاحها في وحتى في المناطق او الجبهات التي تقاتل فيها نعم اخ جمال الحرس الثوري الايراني متواجد بكثافه ومتواجد صراحه على الاعلام وهم اعترفوا بوجود الحرس الايراني الذي يقود العمليات هنا بقياده قاسم سليماني وهو ضابط في الحرس الثوري الايراني منذ 15 يوم وهم يستجلبون مرتزقه الحرس الثوري من اجل القتال في الريف الشمالي، كذلك الامر مرتزقه حالش وقياديين من حالش كلهم يقاتلون في الريف الشمالي، طبعا في الايام الأخيرة كان عدد هائل من الأسرى أيضا من الحرس الثوري الإيراني هذا ما أثبت للعالم أجمع أن إيران تشارك في الحرب كم عدد بشكل الأسرى حتى الآن و... كم عدد الأسرى الذين بحوزة الجيش الحر من النظام السوري أو حتى من الحرس الثوري الإيراني منذ ثلاثة أيام تجاوز عدد الأسرى السبعين أسير ما بين حرس ثوري إيراني مرتزقة حالش لبناني مرتزقة النظام أي من الجيش الخائن مرتزقة عراقية مرتزقة من كافة الجنسيات في حوزة أبطال الجيش الحر الآن في الريف الشمالي طيب محمد المذيب مصدر عسكري من جبهة النصرة قال بأن جبهة النصرة شكلت مع الجيش الأول التابع ل الجيش السوري الحر غرفه عمليات مشتركه لرفع درجه التنسيق بينهم والذي كان التنسيق كما يقول هذا المصدر السبب في خساره المناطق والقرى في ريف درعا الشمالي لصالح النظام هل هناك تاكيد عن وجود هذا التنسيق هناك تنسيق بين الفصائل الاسلاميه وفصائل في الجيش الحر، كما ذكرت ان الجيش الاول التابع لتشكيلات الجنو... الجيش الحر الجنوبيه كان على تنسيق مع جبهه النصره، لكن هذا لا يعني ان هذا التنسيق هو سبب الخساره، خساره بعض المناطق، خساره بعض المناطق جاءت لان الجيش الخائن امطر المدنيين في القرى الصغيره التي حاول اقتحامها بالاف القذائف، كما ذكرت لكم أن قرية الهباريه لا يتجاوز عدد سكانها 3000 نسمه أمطروها بأكثر من 4000 قذيفه هذا ما جعل الجيش الحر ينسحب من هذه البلده ويتحصن بخارجها ويسحب معه المدنيين من أجل حماية المدنيين شكرا جزيلا لك الناشط الإعلامي شكرا جزيلا لك الناشط الإعلامي محمد المذيب كنت معنا عبر سكايب من درعا هذه الحشود الضخمه التي تحدث عنها محمد المذيب لقوات الحرس الثوري الايراني التي تقاتل الى جانب النظام السوري وعناصر حزب الله في الجنوب السوري هل تعتقد اذا ما تحدثنا عن الحل السياسي بان السعوديه وتركيا يمكن ان تستشعر الخطر الايراني اكثر الان من خلال هذا التوغل الايراني داخل سوريا وتدفع لحل سوري سياسي يعني طبعا وجهه النظر التركيه كما عبر عنها المسؤولون الاتراك مرارا وتكرارا انهم ليسوا ضد حل سياسي اذا ما كانت الظروف مواتيه وكان وكان الحل السياسي بحد ذاته فيه بنود حقيقه منصفه للشعب السوري ومنصفة لهذا الشعب الذي قدم كل هذه التضحيات على مدى اربع سنوات لكن حقيقه يعرف الجميع ان الحل السياسي غير موجود اصلا طب اذا كان الحل غير موجود هل هو الحل السياسي مقابل يعني لو لو سألنا. مقابل لو سأل. توغل لو سأل. ايران هل سترجح كفه الثوار بدعمهم بالاسلحه النوعيه التي تمكنهم من الانتصار يعني كما قلت الحل السياسي ليس اصلا يعني لن يقبل الشعب السوري باي, بأي حل سياسي لا يمكن ان يصل الى يعني التخلص من بشار الاسد وهذه العصابه. ما يتحدث عنه المجتمع الدولي فيما يتعلق بالحل السياسي هو ابقاء حقيقه جزء من هذا النظام، ابقاء السيطره للاقليات داخل سوريا وخاصه الاقليه العلويه التي حكمت سوريا على مدى عقود طويله. الحل السياسي ده. لم يتبلور لم يقدم شيء ملموس للسوريين حتى يوافقوا او حتى ما قدم حتى ي... الان هي مبادره ديمستورا بوقف القتال في حلب هل تراها مناسبه ومقدمه لحل اشمل طيب ديمستورا تقدم بعده مبادرات وحتى وفي كل مره يفشل بهذه المبادره يفشل من قبل ان تلد هذه المبادره او او من الذي يفشل هذه المبادره برايك الذي افشل المبادره من يفرض على ديمستورا وغيره أن يعني الطريقة التي يتحدث بها والطريقة التي يتقابل بها مع المسؤولين السوريين من بشار الأسد وغير بشار الأسد والمسؤولين الإيرانيين هي فاشلة أصلا إذا لم يكن الوسيط نزيها وإذا لم يكن الوسيط عادلاً فيما يتعلق بحل هذه الأزمة لن يص... يعني لن ي... ينصت إليه أحد الثوار في حلب برأيك هل لديهم أسباب تكفي ليرفضوا هذه الهدنة؟ إذا ما كانت يعني على الأقل بالنسبة لهم يمكن أن تعتبر استراحة محارب، لماذا يرفضوها؟ حصل هذا عدة مرات، دمستورة ليس الأول، حمص تشهد وريف حمص يشهد المدينة القديمة الغوطة الشرقية كل هذه المناطق التي حصلت فيها الهدن وحصلت فيها هذه الاتفاقات فشلت في الاستمرار أولا لأن النظام يعرف كيف كيف يلعب يقطع الإمدادات الغذائية يتحايل على البنود على بنود الاتفاق ويفشل هذا الاتفاق والدليل على ذلك المخيم اليرموك والمناطق المحيطة بدمشق التي تأن تحت يعني الحصار الخانق يعني هم فضلوا حرب على الموت جوعا وحصارا لا ليس هذا الأمر الوضع في حلب مختلف النظام لديه خطوط إمداد والثوار لديهم خطوط إمداد كل هذه الهجمات وكل هذه الهستيريا التي قام بها النظام ومن ورائه إيران بإرسال كميات كبيرة من الأسلحة وإرسال أعداد كبيرة من هؤلاء المرتزقة من إيرانيين وغير إيرانيين إنما هو ردة فعل على ما حصل في حلب وما حصل في في الجبهه الجنوبيه وما حصل طبعا في 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 جبهات ادلب التي خسر فيها النظام اماكن مهمه واستراتيجيه وحساسه ولكن الخطر اقترب الخطر اقترب الخطر من 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 نبل والزهراء والفوعه وكفريا وهذه المناطق او هذه الخلايا التي اوجدتها ايران وأوجدها النظام السوري في في, في شمال طيب. سوريا في شمال سوريا عندما يقول بيان لجنه ثوار حلب بانهم لن يجتمعوا مع ديمستورا حتى يؤدي وقف اطلاق النار الى اخراج رئيس النظام السوري والمقربين منه والملاحق القضائيه المتورطين في جرائم حرب ال هل ذلك يمثل يعني رؤيه تفاوضيه لمن يريد ان يدخل في وقف اطلاق نار القضيه ليست ليست على يعني بنود هذه المبادره هل سينسحب هذا الامر يعني اكدوا مرارا وتكرارا من اجتمع مع ديمستورا وراينا البعض من المقابله التي اجراها هؤلاء مع قبل قبل الموافقة على لقاء دمشق هم يرفضونها جملة وتفصيلا إذا لم ينسحب هذا الاتفاق على كافة المناطق في سوريا أيضا خالد خوجة رئيس الائتلاف الوطني قال نريد حلا شاملا لأن النظام يستطيع من خلال هدنة هنا وهدنة هناك وقف إطلاق النار هنا ووقف إطلاق النار هناك من خلال تجويع الناس والحصار يعني أن يقضم هذه الأماكن ويستطيع يعني, يعني شروط التفاوض يحسن شروط التفاوض ويستطيع يستطيع أيضا أن يجند المزيد من أبناء هذه المناطق يستطيع نظام الأسد فقد كثير يعني 92 ضابط خلال شهر أو شهر ونصف من من الضباط العلويين الكبار خسرهم في عدة جبهات هذه حقيقة يلجأ حقيقه الى تجنيد ابناء ابناء مدينه حلب وابناء مدينه ادلب وغيرها من المناطق التي ما يزال يسيطر على اجزاء منها من اجل من اجل ان يزج بهم في الخطوط الاماميه وشاهدنا كثير من الفيديوهات وخاصه في المعركه الاخيره في حلب حيث ان كثير من هؤلاء المرتزقه للاسف هم من ابناء مدينه حلب وغير مدينه حلب. ساتابع معك دكتور نجار بعد فاصل قصير، فاصل قصير نعود بعده لمتابعه برنامجنا فابقوا معنا. جمعه للغضب جمعه للصمود جمعه للحريه يهتفون في كل جمعه يسقط الاستبداد تعيش سوريا يخرجون كل جمعه يشيعون الشهداء المعفرين بالدم والندى يرقصون في شوارع الموت للحرية وسيظلون يغنون حتى جمعة القيامة اهلا بكم اعزائي المشاهدين مره اخرى، ارحب بضيفي هنا في الاستوديو الناشط السوري الدكتور محمد نجار. دكتور محمد نجار اذا الحل السياسي هل يمكن لكل اطياف المعارضه السوريه ان تحصل على دعم من لجنه اصدقاء من مجموعه اصدقاء سوريه لدفع الحل السياسي في سوريا، هناك اجتماع مرتقب لاطياف المعارضه السوريه في مطلع الشهر القادم في القاهره. الرئيس او المرسق العام للهيئه لهيئه التنسيق السوريه حسن عبد العظيم قال بان الهيئه تنسق مع الائتلاف لعقد مؤتمر جامع لكل اطراف المعارضه في نيسان القادم في القاهره. هل تتوقع ان ياتي هذا هذا الاجتماع لكل اطياف المعارضه بفرصه حقيقيه لحل سياسي؟ نعم يعني جربت كل هذه المجموعات وعلى رأسها الائتلاف والمجلس الوطني أن تلتقي بكل الأحزاب والتكتلات السياسية وخاصة هيئة التنسيق القضيه ليست في ان يجلسوا الى طاوله واحده في مكان واحد وفي زمان واحد القضيه هي ان تتوحد الرؤى القضيه هي ان يكون الوطن هو عنوان هذا الاجتماع القضيه ان, تكون أن يكون هم سوريا والسوريين وهذه الماساه موجودة في قلب كل من هؤلاء المجتمعين، ليس ان نجلس الى طاولة ونكتب بنود اتفاقية ومن ثم نخرج وننقض هذه الاتفاقية. حقيقة ممارسات بعض هذه الكتل السياسية وبعض السياسيين لم يكن على الاطلاق بمستوى ما يقدمه السوريون من تضحيات وبمستوى ما يجري في سوريا. لا اعتقد على الاطلاق ان هذا سيصل الى اي نتائج ايجابية خاصة فيما يتعلق بهيئة التنسيق التي ينظر اليها السوريون. نظره شك كثير من قيادات هذه الهيئه عبروا بشكل واضح وصريح عن يعني قضايا او او تصريحات لم تكن على الاطلاق تصف السوريين او تعطي الثوره السوريه حقها بشكل او باخر وقفوا الى جانب الغرب او نظره الغرب الى موضوع الثوره السوريه على انه محاربه للارهاب ان هناك تطرف وتشدد ومنحى اسلامي اخذته هذه الثوره بغض النظر عن ان هذا الكلام صحيح او او ولكن الغرب ولكن, ولكن الغرب حاليا يرى بان معركته مع تنظيم الدوله هي المعركه الاساسيه في سوريا صحيح هذا كلام صحيح وهذا ما يعني ساعد الغرب على أن أن يصل إليه بشار الأسد يعني كانت هذه خطته واستراتيجيته منذ البداية وكذلك إيران وروسيا الذين وقفوا منذ الأيام الأولى وتحدثوا عن الإرهاب ألا يمكن والتطرف ألا يمكن نعم. للثوار أن يستفيدوا من حماس الغرب لقتال تنظيم الدولة في معركتهم الحقيقي المباشرة والحقيقية والأولى مع النظام السوري؟ يعني اذا كانت اذا كانت القضيه هي محاربه الارهاب كل الناس تحارب الارهاب وتدين الارهاب ولكن لماذا يعني دائما يكون الارهاب بين قوسين يلصق بمجموعه معينه تحديدا الارهاب اصبح الان يوصم به المسلمون المسلمون السنه يعني المسلمون عموما هم الارهابيون لماذا كل هذه الفصائل الشيعيه وغير الشيعيه وكل هذه التنظيمات العسكريه التي قدمت من كل حدب وصوب وتتدخل في دول ليس لها الحق في ان تتدخل فيها وياتي الحرس الثوري الايراني تنظيم الدولة الى لا يختلف السوريون على حربه وقتاله الثوار يحاربون تنظيم الدوله كما يحاربون النظام السوري عندما يعلن رئيس المخابرات الامريكيه جيمس كلابر بان الاولويه لامريكا وحلفائها هي حرب تنظيم الدوله الا يمكن مره اخري للثوار ان يضربوا عصفورين بحجر عندما يستفيدوا من حرب العالم علي تنظيم الدوله هذه الجبهة التي هم يقاتلون ايضا فيها. تنظيم الدولة هو نتيجة لهذه المعطيات كلها، نتيجة لكل هذه السياسات الخاطئة. ديفيد هيرس تحدث في مقاله مؤخرا حينما تحدث عن ما حصل في في السعودية وقال انقلاب في القصر او القصر الملكي، تحدث بشكل خاص عن فشل السياسة السعودية والامريكية في احتواء ما يحصل في المنطقة وخاصة ما يجري في سوريا واليمن. اليمن والعراق هذا ان كانت لدي الولايات المتحدة اصلا لديها نيه في ان يعني أن مارس هذه السياسه سياسه الاحتواء على العكس تماما ترك السوريون ليقتلوا بهذه الاعداد الضخمه والهائله وتدمر البلاد يعني حتى الان لم نسمع تصريح من مسؤول امريكي يدين البراميل المتفجره او يقول يجب على النظام السوري ان يوقف البراميل المتفجره ولا حتى حضر الاسلحه الكيماويه منظمه حظر الاسلحه الكيماويه لان النظام السوري دمر منشاتين نعم. من اصل اثنتين عشرة منشاه نعم. كيماويه نعم. حتى الان يعني ما السبب في سكوت المجتمع الدولي عن هذا الملف الذي كان براكوبا ما يراه خطا أحمر نعم قبل أن أجيب على هذا السؤال قضيتنا الأساسية كسوريين هي النظام السوري وليس تنظيم الدولة أو غير تنظيم الدولة هذه التنظيمات كما قلت هي نتيجة للظروف القائمة يعني دفعت ببعض ابناء هذه المنطقه الى الى حمل السلاح والتشدد وكان لديهم استراتيجيه او او يعني ارتأوا ان ان يعني ينضموا لتنظيم القاعده او يكونوا تحت لواء تنظيم القاعده بغض النظر هذا لا يهمنا في 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 موضوع حرب النظام السوري كما لك الصورة أو المشهد الآن تم ترتيبه ما بين بشار الأسد والغرب عمومًا، لأن سكوت الغرب عن جرائم بشار الأسد أدى إلى هذا التطرف بشكل أو بآخر. المجتمع الدولي وعلى رأسه الولايات المتحدة وسياسات الولايات المتحدة الخاطئة من قتل وتدمير واحتلال وتهجير سواء في فلسطين أو في العراق أو في أفغانستان، والآن في سوريا وما يحدث في اليمن، وما يحدث أيضًا في لبنان من عملية سياسية متعثرة، وكل وتدخلات إيران في 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 دول المنطقة كل <applause> هذا وهل كل هذا. كل هذا هل تغفل فيه الدور الروسي؟ عندما تحدث وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف بأن المنطقة مهددة بانتشار القوى المتطرفة حسب تعبيره التي تستغل لإسقاط الرئيس. رئيس النظام السوري وقال ان الخطر كبير يهدد المسيحيين في المشرق. طبعا هذا هو يعني المنطق الروسي دائما وليس وليس الروس فقط الغرب عموما كل الدول يعني انا حضرت مؤتمر يعني كان هناك جلسه في في البرلمان البريطاني السؤال الاول الذي طرح كيف ستحمون الاقليات يعني هل هل هذا منطق يعني هل هذا يعني لا احد يتحدث عن الأكثريات. لا احد يتحدث انا قلت يعني اجبت عن هذا السؤال اجبت عن هذا السؤال بالقول يبدو ان المجتمع الدولي لن ينظر الى الاكثريه الا اذا تحولت الى اقليه هم ينتظرون ان تتحول الاكثريه في سوريا الى اقليه حتى ينظر في امرها او ينظر اليها بعين العطف. هذا الامر ليس مطروح على الاطلاق. ليس هناك مشكله في تزايد اعداد القتلى، ليس هناك مشكله من تدمير البنى التحتيه وتدمير المدن باكملها في سوريا، ليس هناك من مشكله في استخدام السلاح النووي، او السلاح الكيماوي، استخدمه بشار الاسد وكانت هناك صفقه ونعرف ما جرى بعد ذلك، هناك تقارب امريكي ايراني على حساب العرب، هناك وجهه نظر لدى السيد اوباما يعني يفهم منها ان ايران يعني لاعب رئيسي في المنطقه ايران يمكن التعامل معها هؤلاء العرب مجموعه من يعني الناس الغوغائيين هناك من يرى بان الرئيس الامريكي باراك يهادن ايران حتى الان لاجل انجاح المفاوضات في ملفها النووي طيب اذا انجح اوباما ولا المفاوضات ولا في الملف النووي لو سمحت, في لو سمحت اذا كان الرئيس اوباما يريد ان يحقق شيئا قبل ان تنتهي مدته او ولايته الثانيه اليس من الاجدر طبعا انا لا اقول ان هذا من عمل اوباما شخصيا او او بمفرده ولكن اذا ما تحدثنا بهذا المنطق اذا كان اوباما يريد ان يخرج من يعني فترته الرئاسيه الثانيه بانجاز كبير الانجاز يحسب له ويعني يصنع له تمثال من ذهب من اجله هل يعني يكون الانجاز على مستوى ايقاف الملف النووي الايراني او تعطيله ام يكون بانقاذ ارواح مئات الالاف بل الملايين من الابرياء اوباما هذا الذي يعني حصل على نوبل للسلام وغيره ويتحدث بمنطق يعني عجيب وغريب وكانه خارج اطار ما يحدث كليا في 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 المنطقه يعني هو الذي ادى بالسوريين وادى الى دمار سوريا وادى الى هذا الخراب الهائل وهل هو الذي حصل أيضاً في سوريا؟ عن توسع ايران في المنطقه وسيطرتها بشكل غير مباشر على اربع عواصم عربيه انا انا يعني اعتقادي الشخصي وكما يعتقد الكثيرون بان العلاقه بين الولايات المتحده وايران لم تكن في يوم من الايام علاقه يعني يعني علاقه متوتره الى الدرجه التي يحسبها البعض او يظن بها البعض لم يكن هناك على الاطلاق عداوه حقيقيه بين ايران واسرائيل او بين ايران والولايات المتحده لكن هذا الكلام هذا هذا بنيامين نتنياهو امام الكونغرس اليوم الذي اعتبر فيها ايران طبعاً خطرا ليس فقط في طبعاً هذا المنطقه بل على العالم نعم نعم لا يحرجك الا يحرجك بانك يعني تتفق مع بنيامين نتنياهو في نفس الراي لا, لا لا على الاطلاق لا انا ساقول لك يعني تفسير ما يتحدث به نتنياهو وانا فعلا قرات هذا الكلام يعني كان هناك عده مقالات احدها للسيد عبد الوهاب بدر خان قال ان ايران واسرائيل حاجه ملحة أو حاجة أساسية أو ضرورية للوجود لبقاء إسرائيل يجب أن تبقى إيران تهدد إسرائيل ولبقاء النظام الملالي في إيران يجب أن تتحدث إسرائيل بهذه الطريقة عن إيران ولكن حقيقة كان هناك تعاون ما بين البلدين وتحدث أحدهم في مجلس العموم البريطاني قال أمامي قال اليهود يعني وكان يتحدث نيابة عن الإيرانيين في في ذلك الاجتماع قال هناك أربعمائة ألف يهودي يعاملون معاملة من أرقى ما يكون، وهم مقربون جداً من القادة الإيرانيين. ليس هناك مشكلة بين إسرائيل وإيران حقيقةً هناك لعب، ولكن يعني المصالح المصالح قريبة جداً من بعضها. كيف يستفيد الثوار من كل هذه العقد السياسية في المنطقة والتشابكات والتقاطعات بين المصالح المختلفة؟ كيف يستفيد أم كيف؟ يعني كيف يمكن هناك الآن؟ تصريحات عربية تعتبر وخاصة من اليمن والسعودية بأن إيران تتدخل في المنطقة هل يمكن للمقاربة السعودية الجديدة في المنطقة بعد سيطرة الحوثيين على العاصمة صنعاء وتغلغلهم توسعهم في اليمن هل يمكن لها لهذه المقاربة الجديدة أن تفيد الثوار السوريين في معركتهم مع النظام السوري ومع إيران؟ لا شك ان التقارب السعودي التركي سيؤدي في النتيجه الى ربما تحسن في الاوضاع على الاقل الانسانيه بالنسبه للسوريين. انا اعتقد ان هذا التقارب السعودي التركي اصبح ضروره لمواجهه هذه التداعيات، اولا للحد من يعني اللعب الايراني في المنطقه، ايران تسرح وتمرح. هذا اولا، ويتحدثون ليلا ونهارا عن ان ايران سيطرت على اربع عواصم عربيه. طبعا نحن نتمنى ان تكون هذه الامور مؤقته ولن حقيقه ايران لم لم تسيطر على على سوريا، بشار الاسد يسيطر فقط على 10% من سكان سوريا. 10% فقط بحسب يعني صحف غربيه ولا اقول صحف محليه او صحف سوريه او او مسؤولين سوريين. ما يجري في اليمن ايضا الحوثيون لا يشكلون الا نسبه ضئيله، صحيح ان الامور بيدهم الان، ربما سيطروا على صنعاء وبعض المناطق الاخرى والحديده وباب المندب والايرانيون بداوا يهبطوا في الطائرات في في صنعاء، ولكن هل هذا سيستمر؟ ولماذا لا طويلة. انا لا اعتقد انه لا اعتقد انه الان تواصل ان الدوله والقوه العسكريه نعم الامور تتنامى لا 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 انظر الى الى الثوره السوريه، الثوره السوريه دخلت في عامها الرابع، كثير من الناس يقولون او يتساءل لماذا لم ينتصر السوريين؟ حقيقه السؤال الذي يجب ان يطرح م. لماذا لم ينتصر بشار الاسد؟ على الرغم من كل هذا الدعم الدولي المعلن وغير المعلن، الظاهري والسري ما السبب برايك؟ لماذا لم يستطع بشار ان يقهر الثوار حتى الان؟ لان لان هذه الارض هي ارض مباركه، انا لا اتحدث يعني ايديولوجيات او لا اريد ان اقحم الدين في هذا الموضوع، ولكن السوريون هم اصحاب الارض. السوريون يعني استطاعوا على مدى اربع سنوات ان يقفوا في وجه هذه الهجمه الظالمه المجرمه من قبل النظام السوري ومن ورائه روسيا وايران وهناك مرتزقه وعصابات وميليشيات تاتي من كل اصقاع الارض خاصه من العراق وايران ومن وما ما استطاعت الحل استطاعت ايران لو سمحت لي استطاعت ايران حقيقه ايران تحارب بعيدا عن حدودها ايران تلعب بالاقليات الموجوده في الخليج وفي سوريا وفي لبنان وفي وفي العراق بدون ان يقترب الخطر من حدود ايران يس نعم صحيح استطاعت ايران ان تلعب بالمنطقه ولكن هذا هذا من حيث النتيجه سيؤدي الى رده فعل لدى هذه الشعوب النائمه للاسف نحن شعوب لم نستطع على مدى يعني عقود من الزمان ان نصل مرحله نعي فيها حجم هذه المؤامرات وهذه المخططات وكان هناك يعني ولكن هل هذه المخططات أكثر بلد بحجم عربي؟ هذه الشعوب حتى تستطيع ان تتغلب عليها الا ترى بان اذا كان هذه المؤامرات مؤامرات كبيره دوليه كما ترى إذن كيف للشعوب ان تقهرها نعم انا اريد ان اقول لك شيئا كنت في تركيا وكنت اتحدث الى مواطن تركي وهو طبعا يحب حزب العداله والتنميه ويعني عضو في حزب العداله والتنميه فقلت له يعني كم ربح الرئيس اردوغان في الانتخابات الاخيره ما هي النسبه التي ربح بها الرئيس اردوغان قال 51% مقابل 50% فقلت له يعني هذه 49 الى 51، هذه نسبة يعني ليست يعني ليست كثير رائعة بالنسبة لحزب العدالة والتنمية وشخص بحجم السيد أردوغان، قال لي يعني ماذا تقول؟ هذا يعني أن 51% من الشعب التركي شعب مسلم ملتزم يدعم السيد أردوغان. يعني هذه نسبة ليست بالقليلة، التحول الذي حصل في تركيا هذا تحول كبير وكبير جدا. هذا اولا ما حصل في تونس ويحصل في ليبيا ويحصل في سوريا هذا الثمن الذي تدفعه هذه الشعوب اليوم ستدفع اضعافه غدا او بعد غد ايران لن تستطيع حتى لو اتت بجيوش جراره من كل مستعمراتها الشيعيه الموجوده في المنطقه لن تستطيع ان تهزم الجيش الحر فما بالك بالفصائل الاسلاميه لكن وما ما بالك بهؤلاء الناس ما الذي تبقى من سوريا للسوريين حتى اذا حتى ان انتصروا بعد حين الا ترى بان البلد دمرت بان البنيه التحتيه الان قد اتت تقريبا على معظم ما كان موجودا منها وما كان اصلا متاكلا ما تبقى لسوريين من سوريا اذا انتصروا اذا فقد الانسان الكرامه اعتقد انه فقد كل شيء اذا كنت انت مواطن في هذه الدوله وليس لك حقوق المواطنه فانت يعني غير موجود اذا كانت اقليه من 5% تسيطر على مقدرات بلد كامل وتتحكم في كل نواحي الحياه في هذا البلد، ورئيسها يشاهد الافلام الاباحيه ليلا. ويعني قيادات القيادات الموجوده مع مع بشار الاسد هي قيادات لا يعني لا تعبر عن السوريين ولا ترقى الى مستوى السوريين، طبعا هذا الكلام انا يعني اعتذر عن ان اقحمه في هذا الموضوع، لكن لكن هذا هو المستوى الذي وصلنا اليه طب ومستوى الثوار الذين وصلوا اليه من انقسام هنا وهناك وح وحتى قتال في ما ما يجري ما يجري هل يبشر بانهم سينتصرون انا لا اقول بانه يبشر ولكن ما اقول ان هذا ما يجري في سوريا وهذه الخلافات وكل هذه المشاكل التي تعاني منها المعارضه السوريه والفصائل العسكريه هذا امر طبيعي وطبيعي جدا في ظل هذه الضغوط الهائله التي تمارس على سوريا والسوريين وفي ظل آآ آآ الاحجام عن مساعده الشعب السوري وقطع كل انواع الامداد العسكري والانساني والطبي وغيره. اود فقط يعني الاشاره الى الى ما يمكن ان يقوم به السوريون في هذا البلد في بريطانيا والفلسطينيون والعرب عموما او المسلمون ان يقوموا بمؤازره السوريين يعني قبل ان ان ينتهي البرنامج اذا اذا سمحت لي. كيف يمكن ان يقوموا بذلك؟ يعني انا أن يكون هناك دعم للسوريين على المستوى الإغاثي. على المستوى الإعلامي. على المستوى حتى السياسي. أن يتصلوا بممثليهم في البرلمان البريطاني. هناك مظاهرة ستكون المظاهرة السنوية الرابعة في يوم الرابع عشر من من آذار من هذا الشهر يوم السبت. ستكون هنا في مظاهرة لغن. مظاهرة للذكرى السنوية الرابعة أتمنى من الجميع أن يشارك فيها أتمنى من الجميع أن يقدم كيف يمكن للسوريين أن أن يحضروا على الأقل هذه المظاهرة أن أن يعني هل هناك جهة معينة دعت لهذه نعم هناك هناك كل السوريين يعني ال السوريون في بريطانيا يدعون الجميع إلى الاشتراك في هذه يوم المطار. الرابع عشر يوم الرابع عشر من من آذار, 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 آذار. آذار, آذار. يوم السبت جاري. الساعة الثانية عشرة والنصف عند ماربل آر وثم تنطلق المظاهره الى 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 ستريت. شكرا لك دكتور محمد النجار الناشط السوري كما اشكركم اعزائي المشاهدين ختام هذه الحلقه من برنامج الانتفاضه العربيه في امان الله. قاعدين بامان الله ما في دبر ميل يا يعني عين العالم جريها تقطعت هذا اللي راسه صار على جنب والله صار يعبوا شقه في اللحم في الكيس بالكيس الاسود صار يعبوه ما في يعني الحمد لله طفشنا وانهزمنا تخبينا بمغاره يوم اثنين ما شفت الا قاعدي انا وابو هالولد وانا حرقونا كل شيء دخلوا جيش جيش ما بيخافوا الله دبوا لك البراميل وحرقوا بيتنا يتموا لي هالعجي هذا ما عندي غيره قاعد هالزلمه جاء بس كين ابن الحرام ودبحوه ايش بدي ما في غير انه عيط وولوي هذا اللي راح راح صار لك راسه من هون وعندك وهالعادي هذا قلت له انا دخيل رجليك انا ذبحته ابوه بس لي ابني وجيت لهون بهالوضع هذا ما في يعني لا عندي اب لا عندي ام والله الله ان شاء الله وانتم يا رب وهالعادي هذا يعني له الله كثير اختلفت حياتنا شو كنا مكيفين ببيوتنا بيوت على حسابنا اكل على حسابنا شرب على حسابنا حيث السامعين تواليتات اشو هلا زل بزل تراب وسخ الخيمه عند الخيمه اشو هاي بدها تقوينا هاي شقفه جلاتين هاي والله مبارح هذا حرق قلبي ضل يبكي ساعه بده حق طقم منين بدي اجيب له اقسم بالله لو 10 ايام عبيبك بده بطيخه رجع لنفس الموال بدي بطيخه بدي بطيخه انا هلق لو ابوه طيب انا هيك صار فيه اللي صار اذا اذا بدي احاول ابكي دمعة عيوني الحرقات شو هذا في أول عمره هذا بيشتهي كل شيء بيشتهي مثل الاولاد يلبس، منين بدي اجيب له انا؟ كنا مكيفين كان ابوه ما في منه، الله لا يهنيهم. جاينا شهر فضيل ايش بدي اسوي؟ انا ليه بدي دين؟ مين يتحملني اذا تدينت طفشنا لهون على هالمخيمات، إن اكثر من شهرين ما شفنا شيء. مي قليله، تواليتات ما في، غاسات ما في، لبس ما في. عم نضل من الصبح للمغرب هون قاعدين، الله وكيلك مو نروح على هالجيران ما عم يتحملونا نص ساعه. ناكل عند هون هالجارتي نص ساعه، انا ابوي وامي ميتين. نقعد نص ساعه نتوضا ونصلي ونجي. يعني ما حدا عم يتحمل حدا، ليك على هالوضع وليك على هالوسخ قاعدين فيه وعلى هالشمس نضل مرفوعين من هلا لاخر هالليل وانا ما بسجلنا بفزع ابني يقرصوا شيء ما عندي غيره ما بيوتنا انهدت عمرينه بيوتنا انهدت عمرينه ناخذ الخيم ونقعد واللي ماتوا الله يرحمهم الله يرحمهم والله على الظالم هذا اللي بتمنى انه يساعدونا يعني ما يخلونا في الوضع هذا وضع ليك على الصيف وجد الدبان والبق وحشرات شيء شيء بيهبل هون يعني انا بوضعي يعني كارملي يعني لا ضل عندي جوز لا عندي معين ولا عندي حدا وهالولد هذا الله ان شاء الله وانتم تجربة بنت محجبة عايشة في مصر تركب مواصلات كل يوم وتنزل وتتحرك و... وتتعامل مع ناس بتتعرض لمضايقات كتيرة جدا في يوم وليلة كل ده اختفى انت بتتعامل كلنا زي بعض مفيش فرق بين ولد وبنت انا بالعكس انا كنت بمشي الولاد بتمشي ماسكه ايدها في بعضها من الجنبين عشان البنات تعدي ده كان بالنسبه لي الكبيرة اللي تبقى ماشيه جنبك وتقول لك يا بنتي مش عايزه حاجه يا بنتي انت بنتي كويسه كنت بتوقع ان مصر كلها تبقى كده مع لحظه التنحي